خبر انا لقيته في جريده وحاجه غايته يعني ظريفه كده. قال العنوان فوق زواج البوكو، قال زواج البوكو ظاهره جديده تعم المجتمع السوداني. انا ما اعرف عمته كتين. قال انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع زواج البوكو الذي لاقى قبولا في اوساط المجتمع في ظل الضائقه الاقتصاديه التي يعيشها السودان وازدياد نسب العنوسه في اوساط الرجال والنساء، وهو زواج بمهر رمزي، خالي شيله، خالي قولت خير، خالي حفله، خالي صاله، يتم العقد وياخذ العريس عروسته في الحال الى بيته. ده ابوكو بجد. قال ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي زيجاتهم التي تمت بهذه الطريقه متفاخرين بها وسط تشجيع واستحسان. يا اخواننا الموضوع ده مسمينه بوكو، وطبعا البوكو دي انتم عارفين قصتها، يعني دي العربات اللي بتجي وكده بتطلع في النهايه للناس رخيصه. ده الموضوع انها بتطلع رخيصه، تشتري لك عربيه نظيفه بسعر رخيص. طيب البوكو ده ذاته يعني اذا تم في الزواج فموضوع كويس جدا، والناس بتشجع. انا ذاتي بشجع والله، اي زول لقى طريقه زواج بوكو يتزوج طوالي، ما في اي مشكله، لانه يا اخواننا مكتمل شروط الزواج، وهذا النوع من الزواج بيغنينا عن نوع من انواع الحرام اللي بيعملوه شبابنا الان في الجامعات. داك بوكو حرام وده بوكو حلال. داك بوكو حرام عديل ما بجوز، لانه بيقعدوا من غير ولي ومن غير مهر ومن غير شهود، وده باطل ما فيه اركان الزواج، وبيعملوه الان الشباب لانه اصطدموا بالواقع اللي قدامهم. الشباب اصطدم واعمارهم مشت، يعني ناس فوق ال 25 سنه، ناس وصلوا ال 30، ناس اتجاوزوا ال 30، واصطدموا بالعقبات الواضعه المجتمع قدامهم. المراه دايره شنو؟ وامها دايره، وخالاتها بتدوم برضه، وابوها بدل يبقى زول عاقل يقعد يشترط عليه، ودايرين كده ويجيب لنا زي الحريم. الراجل ذاته بدل يعقل بيبقى زي المراه، دايرين كده وبتيح السكينه وين؟ وانت شغال شنو؟ في النهايه بنته بعد ذاك بيقعد يكوس لواحد يكون شايل غايم ذاته ما بيلقاه. بالورق. لانه البيت اذا فاتت فتره معينه في زهره شبابها بعد ذاك ثاني ما بيجي الا زول فيه عله. ولكن الان انت ممكن تزوجها لانسان قد ما يكون عنده ثروه ماليه كبيره وكده، لكن يكون اصله طيب وعنده دين وعنده اخلاق، وفي النهايه القروش دي بتمشي وتجي. وكلنا يعني الناس الكبار دي الان ما شاء الله وضعهم طيب وحياتهم ماشيه وجابوا عيال وربوهم احسن تربيه. لو سالت اي واحد منهم بيقول لك انا بديت حياتي بالبسيط. ما في واحد بدا حياته مكتمله، ولكن يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى واموره بتمشي. فزواج البوكو حلال ده 100%. الناس اذا قدرت عليه وتسهلت، وفي امور كثيره الناس ما جابتها ما رجعت للسنه فيها الا بعد الضغط الاقتصادي. البكيات دي اهلنا كان بيقعدوا فيها 40 يوم، رجعت 15 يوم، عطله صح 15 يوم تلقى الناس قاعدين سفوا في التنباك ويقروا في اخبار الجرايد وشنو، ومبطحين بالليل في الشوارع. رجعت الشعب ده كله ضغط اقتصادي، ما للسنه ضغط. رجعت ليه؟ لما وصلت يوم واحد، هسه اليوم واحد الناس ذاته كتار منهم خلوا. من المغابر يقول لك يا اخواننا والله انتهى المأتم بانتهاء مراسم الدفن. امشي على بيته يا اخي دي بلاوي ثقيله ما بيقدروا على الناس، لكن السبب فيه شنو؟ لانه الناس ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه. البكيات دي بيتعاملوا معاها انه انت دفنت ميتك خلاص التعزيه ما بتنتهي، لكن تعال عزي ومشي. ما في شيء بخليك انت تكسر مع الجماعه وقاعد كم يوم وتكاليف عاليه. انت ذاته كان مات لك زول بتكون انت متاسف ومتالم في قلبك من القروش اللي بتفقدها مرات اكثر من ميتك ذاته. يا ناس الكلام ده ما بيجي. فالنوع ده البوكو ده نحن ناخذه يعني ناخذ منه السمح والصالح، انه التيسير والتخفيف. الزواج ده ان لقيت الزول، انا الليله لو كريمتي داير ازوجه ولقيت الزول الكويس
ذول أخلاقه سمحة وذول عنده دين بخاف الله، لو لقيته حتى لو عنده اليسير بساعده وبزوج له بالبسيطة. ده أنت لو لقيته. ممكن تصعب في الشروط اللي بتخص دينه وأخلاقه، ذول أخلاقه سيئة وبسكر وبعربد، فهمت؟ ده ما تديه لأنه بضيع لك وليتك. فعلى أي حال الخبر المنتشر ده ناس كثيرة بتسأل من الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي له إنه زواج صحيح ما دام فيه رضا من الوالد وفيه يعني مهر، المهر فيه لكن بسيط، لأنه المهر ده شرط، لأنه ده حق الزوجة، لابد يكون في مهر ولو بسيط، وبقية الإجراءات دي الناس تسهل فيها عشان الحياة تمشي. جزاكم الله خير.